من داخل مبنى البرلمان العراقي. أهلا بك بدر، أعطينا الصورة، الصورة في داخل مبنى البرلمان. نعم، نعم زميلي أحمد، أتواجد الآن أمام البوابة الرئيسية لمبنى البرلمان، يعني قبل ساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة بغداد. قد لم يكن الأمر مختلف والمشهد مختلف هنا عن ليلة يوم أمس، لربما الاختلاف كان بقضية يعني الأمور التنظيمية وزيادة التظاهرات تنظيما، ولكن بعد تغريدة السيد مقتدى صدر اختلف الأمر جذريا منذ الساعة السادسة، ونحن الآن في الساعة الثامنة، ساعتان الوضع اختلف فيها جذريا. نتحدث عن أعداد لربما وصلت إلى أكثر من ضعف الأعداد التي تواجدت يوم أمس، يعني نحن تواجدنا يوم أمس لغاية يعني قبل منتصف الليل وشاهدنا يعني توافد الأعداد، لم تكن بهذه الأعداد التي تواجدت اليوم، يعني منذ الساعة السادسة شاهدنا توافد كبير لأعداد المتظاهرين التي قدمت من مناطق متعددة وتمركزت عبر جسر الجمهورية وصولا هنا إلى نفق يعني فندق الرشيد والدخول من البوابة الرئيسية للبرلمان. ونشاهد أيضا هذه الأعداد زميلي عمر، إذا تضعنا بصورة ونشاهد مع المشاهد الكريم هذه الأعداد الكبيرة اليوم التي هي متواجدة مستمرة لليوم الثاني على التوالي، يعني منذ ساعات الصباح الأولى تواجدت أعداد كبيرة وأيضا زادت كما ذكرت قبل قليل بأكثر من الضعف بعد تغريدة السيد مقتدى. شاهدتم أيضا كما تشاهدون أمامكم سرادقات، لغاية الآن أيضا المواكب تقدم المأكل والمشرب، الدعم اللوجستي، جميع الأمور التنظيمية هنا حاضرة في التظاهرات داخل مبنى البرلمان. تغريدة السيد مقتدى الصدر كانت محفزة بشكل كبير لأعداد كبيرة من المتظاهرين أن يرومون القدوم إلى مبنى البرلمان. كان لي حديث مع عدد من المتظاهرين قبل أن أكون معكم بالبث المباشر، وذكروا بأن لربما جزء كبير شاهدته وليس تابع للتيار الصدري، يعني البعض من مختلف فئات ويعني طبقات المجتمع العراقي وقد لا ينتمي إلى التيار الصدري، ولكن هو متضامن اليوم مع هذه التظاهرة السلمية العفوية كما أشار إليها السيد مقتدى. دعونا نستثمر الوقت أكثر ونتحدث مع أعداد المتظاهرين المتواجدة اليوم هنا في ساحة يعني في ساحة والباحة الخارجية لمبنى البرلمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا عن تواجدكم اليوم، صار لكم يومين متواجدين بالبرلمان، الأعداد زادت بعد تغريدة السيد مقتدى. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم قناتكم الكريمة. بالنسبة للأعداد، الأعداد إن شاء الله بتزايد وتزايد أكثر، وإحنا إن شاء الله اللي ما جاي هم يجي ونصير في حال وناخذ الحقوق مالتنا. وبالنسبة للبرلمان إحنا ما نريده، نريد نزيله نهائي وريد نظام رئاسي زين، وإحنا هاي الطبقة الفاسدة كلها ما تراد بعد، يعني ما نريدها ترجع نهائي، لأن هذا ما استفادينا منهم نهائي. هاي طوال 20 سنة نفس الوضع وما تغير شيء، لا كهرباء لا خدمات لا تعيينات للشباب لا فرص عمل، كل شيء ما موجود زين. ولذلك إحنا اضطرينا دخلنا البرلمان وبشكل حضاري وسلمي والعالم تعبان. شكرا جزيلا لكم. أهلا قناتكم اليوم متواجدين مستمرين، تزداد الأعداد، أعداد اليوم هائلة. طيب. أعداد هائلة اليوم في مجلس الشعب وليس مجلس النواب، أكثر من البارحة أكثر، وباكر يصير أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. إحنا اليوم عندنا مطالبة، أكو مجلس أمن وأكو أمم متحدة وأكو مجلس قضاء أعلى، لحد الآن ماكو أي حلول من عندهم، صار يومين وإحنا ترى باقين، لا نعترف ولا عبد، باقين منا شهر سنة نبخنا عادي، ما عندنا مشكلة. بأمر السيد الغاد، هذا شعب طالع، شعب عراقي، نطالب مجلس الأمن محاسبة الفاسدين وياخذ إجراء، هو والأمم المتحدة، مو أم الأمم المتحدة قاعدة بالعراق تاخذ رشوة ولحد الآن ما بدل، يعني هل يزال سقف المطالب على ما هو عليه، وهل هناك تحشيد لأي خطوة جديدة من نوع معين بعد تغريدة السيد الصدر بدل؟ بس اعطيني مجال، لا تابع للوالد ولا للعلان. نعم، حل السؤال غير واضح إذا أمكن، يعني يعني بعد تغريدة السيد الصدر هل هناك تحشيد لخطوة جديدة من نوع معين؟ هل لا يزال سقف المطالب على ما هو عليه؟ لم أسمع السؤال بشكل واضح بشكل كامل، ولكن دعيني أنتقل بهذا السؤال إلى من يتساءلون في الاستوديو. نعم، اليوم هذه التظاهرات هي مستمرة، هل لديكم خطوة يعني أخرى غير المتواجدين بها لو ملتزمين التعليمات سيد مقتدى؟ إحنا مو بس سيد القائد مقتدى الصدر،
لا هو هذا حق مشروع الشعب العراقي كله. اليوم الشعب العراقي كله 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 يعني احنا صار 19 سنه اللي سوونا يا شنو جسور طرق مدارس مستشفيات، وهذا هاي البرنامج، هاي قبه البرنامج، هاي قبه الخدع على الشعب العراقي، قبه المتكئات هاي.